القوافل من المواد الغذائية وغير الغذائية والإمدادات الطبية. لم يتخذ قرار بشكل مع إعلان الأخضر الإبراهيمي. فشل مؤتمر جنيف 2 يوم أمس والذي ولد بالأصل ميتا. واصل طيران الأسد اليوم قصفه لمختلف المناطق السورية. ففي حلب أغار الطيران الحربي على أحياء مساكن هنانو والإنذارات والشيخ نجار والمواصلات والمرجى، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، كما سقط عدد من الشهداء في بلدة حريتان والأتارب في ريف حلب بعد قصف جوي ومدفعي. في هذه الأثناء دارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات الأسد في أحياء حلب الشرقية وفي محيط مطار النيرب العسكري. وفي إدلب قصف الطيران الحربي بالبراميل المتفجرة بلدات بسيدا والتح والدير الغربي وأطراف بلدة كفرومة. في المقابل استهدف الجيش الحر بقذائف الهاون حاجز الناصح قرب مدينة معرة النعمان. إلى درعا جنوب البلاد حيث توقف القصف الجوي اليوم بسبب الأحوال الجوية، فيما استمرت قوات الأسد بقصفها المدفعي على أحياء طريق السد والمخيم ودرع البلد وبلدات اليادودة والغرية الغربية وصيدا وخراب الشحم. سقط جراء ذلك عدد من الجرحى بينهم أطفال. في ذات الوقت اندلعت اشتباكات على أطراف حي طريق السد وسط مدينة درع. يا الله، الله أكبر. في غضون ذلك انصد الثوار لمحاولات قوات الأسد وميليشيا حزب الله اقتحام مدينة يبرود بريف دمشق، تمكن خلالها الثوار من تدمير دبابة. تزامن ذلك مع قصف جوي على مختلف مناطق الريف الشرقي والذي تركز على مخيم خان الشيح ومدينة دارية، فيما استهدفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة ورادمات الصواريخ أغلب مناطق الغوطة الشرقية. أما وسط البلاد فقد تصدى الجيش الحر لمحاولة قوات الأسد اقتحام بلدة الزارة في ريف حلب، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وصاروخي على أحياء بابود والصفصافة والحميدية والتركمان. كما طال القصف أيضا بلدة قلعة المضيق في ريف حماة وأحياء عدنا من مدينة دير الزور وقرى مصيف في سلمة في ريف اللاذقية. الهيئة السورية للإعلام. الله أكبر.